يسعد لي مساكم احبائي من قناتي عالم نور الانوار. يوم احبائي بدي اعلمكم على طريقه القصر اللي انا بعمله مثل المحلات. اولا بدي طنجره، ثاني شيء بدنا كوبين من السكر، انا هذا ثاني كوب، وبالاضافه الى كوب من الماء فقط، يعني كل كبايتين سكر بدنا كوب من الماء. هلا انا راح احركهم وضعهم على النار، اكيد النار ما لازم تكون كتير قويه. هلا انا عم بحركهم بهيدا الشكل حتى يذوب السكر عندي. راح اضيف عصره حامض بهيدا الشكل، هلا هون لما دب عنا السكر لكيف صار عنا القطر. هلا نحن عم نحركه كمان شوي، هلا هون من بعد كمان وقت صارت تغلي، هلا انا رح خفف تحتهم، وكمان لما انا طفيت تحتهم رح ضيف الماء الزهر، فيكن ضيف مي الزهر وماء الورد الاثنين، بس انا رح ضيف ماء الزهر بس ملعقة واحدة. رح اخلطهم واتركهم حتى يبردوا، وهيدي النتيجة النهائية. هيك لازم يكون القطر عنا. بحبكن كتير، باي باي، بشوفكم في فيديو جديد.